أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لحظة انتباه. زي ما وعدناكم كل مرة بيبقى معانا ضيف جديد ومعانا حلقة جديدة ومعانا موضوع كمان جديد. في البداية حلقة النهاردة هتبقى حلقة مميزة جدا، لأن هيبقى معانا الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم فيها عن الطب، ونرحب بضيف حلقتنا النهاردة الدكتور أحمد عاطف. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك منورنا النهاردة أكيد. ربنا يخليك. شكرا. في البداية كنا عايزين نتكلم عن كيفية التغلب على مشاعر الخوف من زيارة أطباء الأسنان. وده سؤال مهم جدا. طبعا ده سؤال معروف باسم الـ White Coat Syndrome، ده اللي هو الـ patients بيخافوا من الدكتور بمجرد انه لابس بلطو ابيض. مش بس الدكتور، لا كمان دكتور الاسنان بالاخص بيبقى اكتر شويه، لانه البيشنت مرتبط طبعا بالاصوات اللي بيسمعها عندنا في العياده، زي صوت الكونترا وكده. فده بالنسبه له بيعمل له عامل، يعني عامل نفسي شويه بيخليه قلقان من دخول العياده. ده اكيد بالنسبه للاطفال، احنا لا طبعا. اكيد اكيد طبعا. معظم الكبار برضه يعني. طب عايزين نتكلم عن الأسنان اللبنية واستخدام اللبن الصناعي، وهل ده بيأثر على الأسنان بتاع الأطفال ولا لا؟ هو الحقيقة ده برضو سؤال مهم. اللبن الصناعي يعني ما بيحتويش على انزيمات زي الانتي بكتيريال والانتي فيرال انزيمز، اللي هو اللي دول بيبقوا جايين من لبن الأم. تمام. تمام. فده بيأثر على صحة الأسنان بعد كده، وبيؤدي إلى التسوس المبكر. كمان عاوز أتكلم في جزئية إنه الأسنان، التسوس المبكر للأسنان بيخلي بابا او مامة الطفل نفسه بيروح عند دكتور الاسنان وفي دماغه فكرة انه هو يخلع السنة دي. فده بيعرضنا لمشاكل بعد كده، انه المسافة نفسها بتاعة السنة اللي اتخلعت هتبدأ السنان اللي جنبيها تضم شوية، فيعمل لنا مشاكل في المسافة نفسها. الطفل بعد كده الاسنان المفروض تطلع في المسافة دي بتطلع في دايركشن مختلف شويه عن الدايركشن اللي المفروض تطلع فيه. فبعد كده هنحتاج بقى تقويم وهكذا يعني. طب ده بيؤدي للتسوس الأسنان؟ طبعا طبعا. اللبن الصناعي المفروض الام بعد كل رضعه من اللبن الصناعي تجيب شاش تلفه على صباعها بميه، وتمسح بق البيبي كويس جدا قبل ما ينام وبعد كل رضعه علشان نتجنب حاجه زي دي. تمام. طب عايزين نتكلم على الخلع المبكر للأسنان اللبنية. اللبنية ده اللي أنا قلته دلوقتي حالا، اللي هو الخلع المبكر ده بيعمل مشاكل كتيرة في المستقبل، زي إن السن نفسها زي ما قلت لحضرتك إنها ما بتطلعش في نفس الاتجاه وفي نفس المساحة اللي المفروض كانت تطلع فيها. وبالتالي فإحنا نعالج الحتة دي إزاي؟ في حاجة اسمها سبيس مينتينر، اللي هو حافظ المسافة لغاية ما السنة الدائمة تطلع، فهو بيؤدي وظيفة السنة اللي اتخلعت. يعني خلاص بعد كده ما فيش بقى أثر عليها، لا تمام، ما هتطلع تمام. بتأثرش. تمام. طب عايزين نتكلم بقى عن الاستخدام الصحيح لفرشة الأسنان. كتير منا بيستخدمها بقى خطأ، وده بيؤدي لالتهاب في اللثة بقى، وبيأثر طبعا عليها طبعا. أكيد. اولا فرشة الأسنان لها 3 حركات أساسية. رقم واحد الحركة الدائرية، اللي هي بتجيب فرشة الأسنان وبنستخدمها دائريا كده على كل الأسنان. تمام. الحركة رقم اتنين اللي هي بتبقى 45 درجة على سطح اللمنة نفسها، اللي هو سطح المينا من بره السنة من بره خالص كده. الحركة التالتة نفس الحركة بس معكوسة. ليه؟ لأن احنا بنجيب أطراف فرشة الأسنان الصغيرة بتدخل تحت اللسة، حته بسيطه جدا من اللثه اللي هي ممكن تؤدي لتراكم الاكل. طبعا الاجريسيفنس في استخدام الفرشه، زي احنا نجيب الفرشه ونفضل نضغط جامد على اللثه، ده بيسبب ان اللثه تنحسر شويه ويعرضنا طبعا لمشاكل اللثه الكتيره جدا اللي احنا عارفينها. وده برضو بالنسبه للاطفال طبعا اكيد، لان برضو بتبقى التقويم عندهم لسه برضو قليل شويه. الاطفال احنا بنستخدم لهم يعني مينلي فرشه بتبقى سوفت شويه،
وطبعا مع الأب أو الأم بيكون جنب الطفل وبيعلمه إزاي يستخدم الفرشة ويبقى جنبه طبعا. طب ايه سبب حساسية الأسنان؟ هو في حاجات كتيرة جدا تسبب حساسية الأسنان، زي مثلا لو السنة حصل فيها كسور متعددة بسيطة جدا حضرتك ما بتقدريش تشوفيها، بس طبعا مع المية الساقعة أو المضغ بيسبب ألم طبعا، حاجة زي لسعة كهرباء بسيطة جدا كده في السن نفسها، بالإضافة للمرضى اللي عندهم إنهم بيضغطوا ويجزوا على أسنانهم كتير، فده بيؤدي طبعا جسم صلب مع جسم صلب، فبيؤدي إلى إنه السنان نفسها بيحصل لها تآكل، ومن هنا برضو المية الساقعة والحاجات دي بيحصل حساسية أسنان طبعا. طب نتكلم عن الأسنان الحساسة واللثة الحساسة عظيم. الأسنان والفرق الحساسة، بينهم. الأسنان الحساسة زي ما قلت لحضرتك دلوقتي إنها ليها كذا سبب، فكل سبب ليه طريقة علاج مختلفة تماما عن السبب التاني. يعني مثلا لو البيشنت المريض بيجز على أسنانه فهو بيؤدي إلى تاكل أسنان، ده بنستخدم له حاجة اسمها نايت جارد، ده بيبقى حاجة رابر بتمنع إنه الأسنان تعمل شيوينج مع بعض، يعني بتمنع إنه الأسنان بالليل وهو نايم يحصل فيها احتكاك جامد. تمام، دي حالة. مثلا الحالة التانية اللي أنا قلت لحضرتك الميني كراكس، اللي هي حاجات كسور بسيطة جدا في سطح السنة هو ما بياخدش باله منها خالص. تمام، بس عندنا في العيادة بنعمل له دايجنوزز بس طبعا، الكسور دي تشخيص. اكيد بتأثر برضو على السنة وفيما بعد، حتى لما السنة خلاص بيخلعها عند الدكتور خلاص برضو بيبقى فيه تأثير في التقويم فيما بعد. اكيد طبعا اكيد. مثلا الكسور اللي بتحصل في السنان دي طبعا البكتيريا بتلاقي طريق من خلالها لانها تتغلغل جوه السنه نفسها، وبالتالي هتعمل لنا تسوس فيما بعد، وطبعا لو ما اتلحقتش بتؤدي الى الخلع. طب اكيد بالنسبة للحشو بقى، الحشو ده عباره عن كذا حاجه، يعني هو في حشو اللي هو جزء من السنه بسيط حصل له تسوس، فده بنحشيه حشوات عادية أو تجميلية. تجميلية لو كانت الأسنان in front، يعني الأسنان اللي قدام بتبقى حشوات تجميلية طبعا، لو ورا بتبقى يا إما نوع الحشوات دي تجميلية بس أشد صلابة شوية عشان تستحمل قوة المضغ وكده، أو بنستخدم أنواع تانية من الحشوات. وده تنصح بيه للأطباء برضو للأطفال الصغار؟ اه طبعا الاطفال الصغيرين احنا بنعمل لهم حشوات عادي جدا، لو في اي تسوس بسيط او كده احنا بنعمل الحشوات اللازمه، وعلشان نتخذ اجراءات انه السنه نفسها ما تفضلش تاخد خطوات ومراحل لغايه ما تنهار خالص، لانه كذا حاله جات لي في المستشفى وكده، الطفل الصغير نفسه بيبقى الاسنان كلها عنده، يعني طفل عنده 4 سنين مثلا أسنانه كلها بتبقى عبارة عن حاجات جذور، يعني حضرتك متخيلة معايا جذور جذور، يعني ودي ممكن آه تسقط. طبعا جدا جدا دي مشكلة كبيرة طبعا، لأنه الأسنان الدايمة المفروض بتبدأ ظهورها عند من 6 ل7 سنين، فحضرتك متخيلة من 3 سنين لغاية 6 سنين البيبي نفسه مش بيبقى عنده القدرة إن هو يقدر ياكل أو ياكل الحاجات اللي هي بتاعة الأطفال الصغيرة، طبعا بتأثر معاه آلام ألم فظيع طبعا، وغير حاجات جمالية طبعا لما البيبي يبتسم كده أو الطفل الصغير اللي ما هو انا في بتكلم ان لو طفل صغير بقى حشى بقى ضرس من عنده والحشوة وقعت بقى، بيضطر ان هو يحشي تاني ولا بتاخد فترة بقى وبعدها يبدأ يحشي، يعني تكون الأسنان قومت معاه شوية؟ لا هو على طول بمجرد ما الحشوة تقع الطفل هيحس بألم طبعا، بألم مع الحاجات الساقعة أو حاجة سخنة أو ألم كده على طول، على حسب الحشوة على حسب التسوس كان واصل لفين، وصل العصب ولا لا. طب عايزين نتكلم عن نزيف اللثة وازاي نعالج النزيف ده لما يبقى موجود. نزيف اللثة أسبابه كتيرة جدا، منها اتكلمنا عن سبب مهم، استخدام الخاطئ لفرشة الأسنان. احنا لما بنستخدم فرشة الأسنان بأجريسيف شوية يعني بعنف، احنا بنبدأ طبعا ايه اللثة دي نسيج حساس جدا، فاحنا بنبدأ نقطع فيه فهو بيبدأ ينكمش لتحت، بالتالي الجذور بتبان،
وبرده ده بيعمل لي حساسية يعني كمان. فاللسع في أنواع معينة من البكتيريا هي اللي بتعمل الأمراض اللسع وبتعمل انحسار طبعا ليها وتراكم الجير وكده. فرقم واحد في أمراض اللسع إن إحنا نروح عند الدكتور نعمل ده تشخيص بقى السليم. علاجه بقى، احنا ده اتكلمنا عن العلاج اسباب واحنا نبدأ بقى نقول علاج. بالظبط كده، ده العلاج. هنروح عند الدكتور الأسنان يعمل التشخيص إنه لو في أي وجود لجير فإحنا بيتعمل له سكيلينج، تنظيف كويس جدا، بعدين السنان بتتلمع طبعا، وبيبدأ رحلة الهيلينج اللي هو رحلة الشفاء من انحسار اللسان. عايزين نتكلم عن أضرار التدخين على الأسنان. طبعا التدخين عادة مضرة جدا، بتأثر على الأسنان من حيث اللون، لون الأسنان نفسها، وبتأثر كمان على اللثة، صحة اللثة، لأنه بتأثر على كمية الدم اللي بيوصل للثة، تمام، فبالتالي بتأثر على صحتها وقوتها وتماسكها على سطح السن. تمام، احنا بنلاقي كده الناس اللي هي بتتقدم في العمر بقى، الناس الكبيرة في السن، بنشوف كده أسنانهم بتبقى داكنة شوية كده، مدية للون الاصفرار شوية كده داكن، فدول ننصحهم بإيه بقى؟ ولا هو خلاص هو العمر كده، فعشان كده بقى لما بيتقدموا في العمر بياخدوا الوضع ده؟ لا الحقيقة يعني مش شرط، يعني المريض أو الإنسان الطبيعي العادي لو بيستخدم فرشة ومعجون والمضمضة بتاعته في البيت هيحس إن هو مفيش فرق كبير قوي مع تقدم العمر بيه. لكن في عوامل بتأثر على السن طبعا، لو الإنسان بيشرب شاي وقهوة وكده، ده طبعا صبغيات كلها وسجاير طبعا، دي كلها صبغيات بتترسب على سطح السنة من بره، فبتؤدي طبعا إلى اللون الداكن اللي حضرتك بتشوفيه ده. غير كده إنه مع تقدم العمر بتبدأ الطبقة الخارجية من السنة بتقل شوية، والطبقة الداخلية اللي هي لونها أغمق شوية من الطبقة الخارجية بتبدأ توسع وتكبر، دي حاجة طبيعية جدا. طيب نقدر نتغلب عليها إزاي مثلا؟ تغلب بقى عليها هنا يبقى هو ازاي؟ تنصح في كذا بإيه؟ طريقة علاج. في حاجة اسمها البليتشنج اللي هو التبيض. احنا بنروح عند دكتور الأسنان بيستخدم مادة لتبيض الأسنان طبعا مع وجود الليزر عشان تعمل لها اكتيفيشن، تفعيل لمادة التبيض دي، فبتدي نتيجة كويسة جدا. بس ما بترجعش تاني خلاص. لا هو المفروض يعني كل 6 شهور كده بناخد جلسة تبيض، يعني على تمام. حسب طبعا اللون رجع، كمية شربنا للقهوة والشاي والتدخين وهكذا يعني. طب احنا اتكلمنا عن التهاب اللثة وقلنا ان هو بيدمر الاسنان، طب بيأثر على الجهاز الهضمي؟ هو طبعا المريض مريض الالتهابات اللثوية عموما بيبقى عنده مشاكل في الأكل، يعني بيبقى كل ما يجي ياكل وجبة مثلا حاجات خفيفة بيلاقي ألم، فهو بالتالي ما بيقدرش يمضغها كويس، ده رقم واحد. رقم اتنين شهية المريض نفسه بتتقفل يعني تدريجيا. بس عايزين نتكلم عن الروائح الكريهة لأمراض اللثة وإن هي إزاي بتأثر على الفم والأسنان. الأمراض الروائح الكريهة اللي بتنتج طبعا دي بتنتج من أمراض اللثة برضو، عشان كده احنا لازم في البيت كل بيت مصري يهتم بوجود فرشة ومعجون ومضمضة في البيت عنده علشان نتجنب حاجات زي كده طبعا، والوقاية طبعا خير من العلاج بكتير. يعني اولا الروائح الكريهة بيسببها البكتيريا اللي بتنشط على بواقي الاكل بين السنان، فلما حضرتك او اي حد فينا بياكل ومثلا ينام من غير ما يغسل سنانه كويس، البكتيريا دي بتبدأ تنشط، بتبدأ تشتغل بالليل على الحاجات اللي هي البوائل الموجودة دي. يبقى منها بتأثر على اللثة وبتأثر على الجهاز الهضمي بقى. بالظبط كده، طبعا. فبتأثر كمان يعني المريض بيلاقي الصبح وهو بيفرش أسنانه عادي جدا وممكن ما يعملش أي ضغط على اللثة، بيلاقي لو مجرد اللثة بس لو اتلمست بيلاقي طبعا إيه دم عنده في الصبح. طب ننقل كده لحاجة تاني، وعايزين نتكلم عن زراعة الأسنان.
زراعة الأسنان طبعا ده المجال الجديد دلوقتي في مجال طب الأسنان، مجال واسع جدا ويعتبر رقم واحد في الاستعاضة الثابتة للأسنان. زراعة الأسنان ده بيتم إن احنا بنستخدم زرعة عبارة عن جزئين، جزء علوي وجزء سفلي. الجزء السفلي من تيتانيوم بيتحط في العظم ويعمل حاجة اسمها اوستيو انتجريشن، اللي هو يعني بيلتحم مع العظم كأنهم حاجة واحدة. تمام. طبعا مش أي حد ممكن يعمل زراعة. ليه؟ لأنه في شروط كده، إنه المريض ما يكونش مثلا عنده نسبة سكر عالية جدا، لأن السكر بيأثر على كمية العظم الموجودة في الفك وقدرة العظم انه يندمج مع الزرعه اللي هتبقى محطوطه في العظم. طب ايه الموانع بقى، ايه اللي يمنع الانسان منا ان هو يزرع بقى اسنانه وكده؟ في حاجات كتيره، منها مثلا انه المريض يكون الاورال هايجين بتاعته مش كويسه، اللي هو نظافه بقه، يعني عنده جير كتير، مش مهتم اصلا بنظافه بقه اليوميه العاديه جدا المفروض يعملها على طول. مثلا مريض السكر اللي هو سكره دايما عالي، مريض السيولة برضو العالي، فده كله بيعرض المريض في العيادة لأخطار كبيرة يعني. فبالتالي ما بينصحش انه يتعمل زراعات للحالات اللي احنا قلنا عليها دي. طب نرجع للنقطة الأولى حضرتك قلت فيها إن أفضل الطرق للأسنان الزراعة. تمام. طب في دكاترة بقى ما بتلجأش لكده، في دكاترة بقى بتلجأ ليه بقى الأسنان المتحركة والأسنان الثابتة، طب مع إن أفضل طريقة الزراعة. ده حقيقي طبعا. كل دكتور بيعمل التشخيص المناسب للمريض بتاعه، وبناء عليه بيقرر الخطة العلاجية اللي هو هيمشي عليها. طبعا إذا كانت زراعة أو تركيبة ثابتة أو تركيبة متحركة. طيب الاختيارات دي كلها بتنتج من إيه؟ بتنتج من المريض وتشخيص الدكتور له. هل في أمراض مزمنة؟ هل صحة المريض بتسمح بكده؟ هل صحة الفم بتسمح بكده؟ كل دي حاجات بتأثر على التشخيص المناسب ماشي للحالة. اوكي، ماشي اوكي، مفيش مشاكل. ومعانا اتصال هاتفي من الأستاذة داليا، اتفضلي دكتور معاكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك كنت عايزة أسأل دكتور أحمد في حاجة ممكن؟ اتفضل. دكتور بعد إذنك، أنا ابني عنده 9 سنين. المشكلة إن هم مبدلش كل أسنانه، ففي هو تقريبا 4 أسنان بس، الاتنين اللي فوق والاتنين اللي تحت بس. أخدوا مساحة لدرجة إن السنة اللي طلعت بعد كده طالعين واخدين مساحة كبيرة، فخلت أسنان متداخلة، يعني السنة راجعة لورا أو طالعة لقدام. تمام. فهل ده بيحتاج تقويم ولا لسه قدامه فترة يتظبط فيها ولا ايه بالظبط؟ تمام. وبعد إذن حضرتك حاجة تانية، التبييض بتاع الأسنان هل هو ليه ضرر ولا حاجة كويسة؟ تمام. شكرا شكرا على سؤالك. ميرسي يا دكتور. شكرا، العفو العفو. أولا شكرا لاتصالك، اتفضل يا دكتور. الابن الصغير اللي هو عنده 9 سنين، مشكلة تزحم الأسنان دي بتعرف يعني مش بمجرد ما السنان تطلع بنعرف إنه في مشكلة أو لا. دي بتاخد فترة بعد خروج الأسنان. ليه؟ لأنه الطبيعي إنه الأسنان اللي بتطلع بعد الأسنان اللبنية بتبقى حجمها أكبر شوية من الأسنان اللي هي اللبنية، فبيعمل حاجة بسيطة جدا من التزاحم. لو هي كده بتبقى بسيطة جدا، لكن هل لو السنة طالعة في اتجاه معاكس تماما، طالعة كده مثلا مش طالعة كده، فدي طبعا مشكلة كبيرة. ثانيا بالنسبة للتبييض، بالنسبة لتبييض الأسنان فدي ما بتعملش مشكلة لا، بس أهم حاجة بيبقى فاصل زمني بين كل عملية تبييض وعملية تانية 6 شهور بس كده. طيب نرجع بقى لموضوع زراعة الأسنان ونكمله. هو زراعة الأسنان طبعا بتأثر على المريض المتقدم في العمر، صح؟ ده أكيد طبعا. من ناحية ايه بقى؟
اولا المريض اللي هو السينايل على حسب ماشي الحاله بتاعته، اللي هو مثلا هل المريض عنده 70 سنه وكويس بيلعب رياضه وصحته كويسه بيهتم بنظافه بقه او لا، هل المريض ده لا عنده مثلا قلب وضغط دم مرتفع وسيوله وسكر، فاحنا بنعمل مقارنه بين حاجتين. يعني البيشنت المريض اللي هو بيبقى سنه مثلا 70 سنة وعنده لياقة وعنده قدرة على صحته تمام يعني كويسة، والمريض التاني اللي هو لأ اللي هو صحته في طبعا عنده حاجات مشاكل كتير مش هتنفع ندخل عليها حاجة زي زراعة الأسنان. حضرتك طبعا عارفة إن الزراعة احنا بنفتح فتحة بسيطة وبنحط الزرعة وبعد كده بيبقى لها متابعات وكده. فالعامل الرئيسي هنا اللي احنا بنتكلم عنه هي صحة المريض اللي داخل العيادة أكتر منها السن. حضرتك فاهمين؟ أشكرك يا دكتور. طبعا احنا هنختم حلقتنا النهاردة، العفو وإن شاء فندم. الله يكون لحضرتك معانا لقاءات أخرى. حضرتك سعدتنا النهاردة والله في لقائنا. أعزائي الله يخليك. المشاهدين، كانت معكم شهندة عمر، برنامج لحظة انتباه. استنوني كل يوم اثنين الساعة 10:30 صباحا.